كده بسال براحتك. خلاص اخر حاجه توصلنا لها في المشروع بتاعنا بتاع الويب سايتس. خلاص الويب سايت سيفر اللي هو كان بيسجل الويب سايتس اللي بنخش عليها والباسوردات بتاعتنا والكلام ده كله. لو جينا عملنا كده ستارت نبص احنا نشوف وصلنا لايه. كنت داخل بعلي علي 1 2 3 وقمت عامل ايه انتر عم دخلنا على ويب سايت سيفر. طبعا ان الانترنت هنا عندي علق معايا شويه عم طلع لي هنا ايه الصفحه فاضيه وقال لي ريفريش عشان الصفحه ايه ما طلعتش معايا يعني. ماشي مش مشكله عندي مشكله في الانترنت مش مشكله خلاص. المهم يعني احنا جربنا قبل كده وشفنا ان هو بيفتح لنا الايه الموقع بتاعنا هنا عادي مفيش مشكله خالص. بس عشان الانترنت المره دي فيه مشكله عندي. ماشي ما علينا. ما بخش مثلا اي موقع من المواقع زي كده. انا عايز بقى لما تنقل احنا كنا بنعرض اول مره على طول عشان جوجل اول واحد فكنا بنطلع بياناته صح. بعد ما بنطلع بياناته كان ايه اللي بيحصل؟ كان بتعرض لنا الموقع. انا عايز بقى لما يدوس هو على كلمه ياهو هنا برضو يحصل نفس الكلام تطلع لنا بيانات بتاعت الياهو ويفتح لنا موقع مين؟ الياهو. وهنا لما ادوس على كلمه فيسبوك نفس الطريقه. دي أول حاجة مبدئيا، وبعد كده بنشوف ازاي حكاية سيف وحكاية ديليت دي. بقوم قافل كده. بقوم جاي هنا. أنا أصلاً لو جينا بصينا في الفورم لوب بتاعتنا كان عندنا تي بي ال، والتي بي ال ده شايل الإيه؟ كل البيانات بتاعت المواقع بتاعتي. وكنا بنعرض منها جوه الليسته اللي اسمها ويب سايت تفتكر بس معايا اللي هي الليسته دي وفي نفس الوقت كنا بنعرض جوه التكست بوكسز بتاعتنا اللي هي التكست بوكسز اللي هنا دي بنعرض البيانات. بس كان بنعرض البيانات بتاعت اول واحد بس خلاص. وفي الاخر كنا بنخلي الويب براوزر بتاعنا يتنقل على الموقع اللي موجود. حلو فاكرين المتغير العام؟ فاكرين المتغير العام اللي هو بيتشاف في اكتر من مكان وفي اكتر من زرار؟ قلنا نيجي نعرفه فين؟ تحت بابليك كلاس. تحت بابليك مين؟ كلاس. انا لقيت نفسي ان التي بي ال دوت اللي هو شايل كل بيانات المواقع بتاعتي تي بي ال اللي هو شايل كل المواقع بتاعتي ماله؟ لقيته ان انا ممكن لما يدوس هنا على اي موقع اجيب البيانات منه على طول مش لازم اروح افتح الداتابيس تاني. لما يدوس على كلمه موقع فيسبوك يبقى يطلع لي بياناته هنا على طول مش لازم اعمل ايه؟ مش لازم افتح الداتابيس واجيبها من اول وجديد. يعني من الاخر مش عايز ابدا ابرمج هنا من جديد انه كل ما يدوس على اسم موقع اروح جوه الداتابيز وادور على الموقع ده وبياناته وافتحه. هو ممكن بس الطريقه الثانيه مختصره اكتر. فعندي الطريقتين استخدم الطريقه اللي انا عايزها. انا هاجي هنا طبعا الثانيه ليها اهميه. انا هقول الاول الطريقه العاديه عشان الوقت ولو بقى وقت نقول الطريقه الثانيه، نقول الطريقه الايه؟ الثانيه، هنستخدم فيها حاجه اسمها داتا فيو بس عشان كده مش عايز اخش فيها قوي فانا لو كان في وقت اقولها. انا عايز لما اليوزر يدوس على اي ويب سايت من اللي هنا اروح جوه الداتا بيز وادور على رقمه واعرض بقيه بياناته هنا واشغله في الايه؟ في الويب براوزر اللي هنا. يبقى انا هبرمج مين المره دي؟ الليست. هبرمج مين المره دي الايه؟ الليست. دبل كليك على الليست فتح لي قال لي اكتب الكود. قلت له الكود زي الكود اللي كتبناه قبل كده في الفورم لود هو بالظبط بس هغير شويه حاجات. ادي اخش كده على الكود اللي اتكتب في الفورم لود اهو شايفينه اللي كان بيجيب لي كل البيانات اخده من اوله كده من اول برايفت سب لغايه قبل اند سب لغايه قبل مين
قبل اند سب، واقوم جاي هنا في الليسته ومعامل بيست، واقوم جاي في الليسته ومعامل ايه بيست، وغير ما يلزم بسرعه. اليوزر ماشي، الكونكشن ماشي، الكوماند ماشي، التيبل هيشيل بيانات ماشي، الكونكشن سترينج هو هو، الكونكشن هو هو، كوماند تكست سيلكت استرسك، قلت له اه لا وريني كده، سيلكت استرسك فروم ويب سايت وير ان اليوزر نيم كذا، قلت له لا انا عايزك تجيب لي بيانات الويب سايت وير ان رقمه يكون نفس الرقم اللي اليوزر داس عليه، صح ولا ايه؟ لما يكون رقم الويب سايت نفس الرقم اللي اليوزر داس عليه، اقول له اه يبقى الجمله اتغيرت، سيلكت اسك فروم ويب سايت مش وير ان اليوزر نيم، لا اروح على الداتابيس بتاعتي واخش جوه بين ديباج والاقي قال لي ايه ويب سايت دوت اي سي سي دي بي، دبل كليك فتحها لي اهي، وادي جدول ويب سايتس، اقول لما يكون السايت ان او يبقى انا اقول له سيلكت اسك فروم ويب سايت وير ان السايت ان او يكون بيساوي كذا، بس طبعا السايت ان او ده كان رقم ولا كان نص؟ كان نمبر، يبقى ما احطلوش ايه؟ ما احطلوش سنجل، احنا عارفين ان رقم ما احطلوش ايه؟ سنجل، بس قول لي السايت نمبر اجيبه منين؟ قلت له مطرح ما اليوزر داس، مش اليوزر داس في الليسته؟ العنصر اللي اليوزر داس عليه في الليسته انا عايز الفاليو بتاعته، عايز الفاليو بتاعته. لو تفتكر الليسته لما جينا مليناها، الليسته لما جينا مليناها عرضنا اسم الموقع وخلينا في الفاليو رقم الموقع، لو فاكرين عرضنا الاسم وخلينا الايه السايت ان او دوت هو الرقم الداخلي، هو الفاليو، هو الفاليو. انا عايز اقول له ان السايت ان او ده هتجيبه منين؟ هقول له جيبه من، عارف الليسته اللي احنا سميناها ويب سايتس؟ قال لي اه. قلت له انا عايز منك السيلكتد فاليو، السيلكتد يعني ايه؟ اللي اتعلم عليها، فاليو يعني القيمه اللي اليوزر اختارها، سيلكتد فاليو يبقى معناها كده ايه؟ القيمه اللي اليوزر ايه اختار الفاليو، مش التكست، لان التكست دي كلمه اسم الموقع، لا انا عايز كوده، انا عايز ايه رقمه، انا عايز ايه رقمه، عشان كده قلت له لسته اللي اسمها ويب سايت دوت سيلكتد فاليو، القيمه اللي اليوزر اختارها، القيمه اللي اليوزر ايه اختارها. طب كلام جميل كده، ظبطت جمله السيلكت بتاعتنا. بعد كده كونكشن دوت اوبن، افتح الداتابيس فتحها، املى بيانات في الجدول ملاها، كونكشن دوت كلوز، اقفل الداتابيس قفلها. بعد كده بيلعب في الليسته اللي اسمها ويب سايتس، قلت له لا ما تلعبش في الليسته خلاص، لسه زي ما هي خلاص انتهت. قال لي بس انا بعرض السايت نيم وبعرض اليو ار ال، قلت له وانا برضه هعرضهم برضه. قال لي هروح على التيبل الرول الاولاني، قلت له ما هو برضه الرول الاولاني. في الخليه الاولى اعرض السايت نيم، قلت له بالظبط هتعرض لي في الخليه الاولى السايت نيم واليو ار ال تعرضه والديسكربشن تعرضه واليوزر تعرضه والباسورد تعرضه، هم هم هم، وتخلي البراوزر يتنقل كمان على الموقع بالظبط، هم هم نفس الكود. يبقى غيرنا جمله سيلكت وشلنا الكود اللي كان بيتعامل مع مين؟ مع الليسته، الليسته خلاص جهزت مش هلعب فيها تاني خلاص. الليسته طالما جهزت مش هلعب فيها تاني ايه؟ خلاص. وعرضت باقي البيانات. ده كده كنا بنبرمج ايه دلوقتي؟ لما اليوزر يدوس دوسه على الليسته. تعال نجرب بقى كده لما نعمل ستارت. كنا داخلين بايه؟ احمد؟ علي؟ والباسورد 1 2 3 دوسنا انتر. ايه اللي حصل؟ مش فاهم. هصلحك. عامل رن، قلت له علي 1 2 3 ودوست انتر، طلع لي ايرور. قال لي اولي دي بي اكسبشن was unhandled by user code. يعني بيقول لي في حاجة اسمها OLDB exception حصلت unhandled، ما تصلح اليوزر في، يعني اليوزر في الكود ما صلحهاش. طب وانا ازاي اصلح الكود؟ وانا ازاي اصلح الكود؟
ايه اللي في الداتابيز؟ اولا اتاكد ان الكود بتاعي ما فيهوش غلط. طب الكود بتاعي طلع لي ايرور على انه سط. ها تي بي ال دوت لود وادي كوز، مفيش كوز زياده ولا حاجه، مش ولا كوز ولا اي حاجه، مفيش كوز زياده يا عم. فين مالي اول كوز وادي الكوس الثاني وادي الكوسين اللي قفلوه؟ خلاص قال لي ايه؟ قلت له ايه؟ قال لي نو فاليو جيفن فور وان اور مور ريكوايرد بارامترز، في قيمه انت ما بعتهاش لحاجه اساسيه. بس اكتب بعت تاني. قال لي كونكشن كوماند داتا تيبل، اديت لي كونكشن، الكونكشن سترينج، واديته كونكشن، وادي الكوماند تكست، اوقف اقفل الداتابيز من هنا. يمكن هو مش قادر يفتح اتنين داتابيز مره واحده. ارجع اعمل ستارت. قلت له فيو ديتيلز، وريني التفاصيل. طيب يمكن افهم اي حاجه. فتحت وريني تفاصيل كتيره جدا. قلت له ماشي، ايه الخطا اللي حصل؟ حتى الان احنا واخدين الكود اصلا كوبي وبيست، المفروض الكود ما كانش يطلع الايرور ده، لكن طلعه وبيقول لي في حاجه مش مبعوته وانا مش فاهم هو عايز ايه. قلت له ماشي، انت بتضرب في السطر ده صح؟ عايز بيرد عليا. السطر ده فيه حاجتين، السطر ده فيه حاجتين، يا اما يا سي ام دي دوت اكزكيوت ريدر فهو مش قادر ينفذ جمله السلكت، سي ام دوت اكزكيوت ريدر فمش قادر ينفذ جمله سيلكت، يا اما التي بي ال لما بيجي بيعمل لود مش قادر يعمل ايه؟ لود. مفيش حاجه غير الاثنين دول، لان هم دول الامرين اللي موجودين في السطر احنا موقفين فيه ده. فقلت له طيب لو سي ام دوت اكزكيوت ريدر ضربت يبقى ممكن تكون ضربت بسبب جمله سيلكت. تعالى شوف جمله سيلكت. سيلكت استريسك فروم ويب سايت. وير ان السايت ان او بيساوي كذا، وبعت قيمه من الايه؟ من الليستة. قلت له ماشي، ايه المشكله في جمله زي كده؟ مش عارف. قمت قايل له طيب وقف السطر ده. قلت له وقف مين؟ وقف الايه؟ السطر ده معناه ان هو كده مش هيشغله. وقلت له عرض لي في مسج بوكس الليست ويب سايت دوت سيلكتد فاليو، عرض لي القيمه اللي هي سيلكتد فاليو دلوقتي عشان بس اشوفها، واعمل رن من اول وجديد. ودخلت بعلي 1 2 3 ودوست انتر. قال لي مش قادر اجيب السيلكتد فاليو. قلت له اه، يبقى انت المشكله الحقيقيه بتاعتك انك مش عارف تجيب من ليست فاليو اي قيمه. ليه؟ لان دي لسه اول مره، اول مره بيبقى لسه اليوزر ما علمش على اي حاجه في الليست، يبقى لسه اليوزر ما علمش على اي حاجه في الايه؟ يا عم مش معايا. اليوزر لسه ما علمش على حاجه في الليسته، فلسه لسه ما حدش اتعلم عليها، فهو مش عارف يجيب لك ايه، فبيضرب. فبيضرب امتى؟ بيضرب لما يجي تقول له علم على في الليسته، هو مش عارف يعلم على ايه في الليسته، لو لسه الليسته ما اتعلمش عليها في حاجه. ان لسه الليسته فاضيه. لسه الليسته ما اتعلمش عليها في حاجه، لسه الليسته ما اتعلمش عليها في ايه؟ ما اتعلمش عليها في حاجه. قلت له ماشي. بس برضو انا مش عايز الخطا ده يطلع لي. خلاص انا عرفته. بسبب ان انا بقول له شوف هو علم على ايه واعرضه، واول مره بيبقى لسه ما علمش على حاجه فبيضرب. فبايه؟ فبيضرب بسبب انه لسه اول مره ما علمش على ايه؟ على حاجه. في جمله مهمه جدا، الجمله دي اسمها
تراي كاتش فاينالي. جملة اسمها تراي كاتش فاينالي للتعامل مع حاجة اسمها الاكسبشنز. التعامل مع الايه؟ مع الاكسبشنز. اكسبشن يعني استثناء مش خطأ. الخطأ ده ايرور. الخطأ ده ايه؟ ايرور. لكن الاستثناء، الاستثناء هو كود سليم بس ساعات بيطلع ايه؟ ساعات بيطلع ايه؟ اخطاء. فهو ما يبقاش خطأ بحد ذاته، لا هو ساعات بيطلع خطأ. لما يحصل كذا بيطلع خطأ. الكود اللي قدامنا ده استثناء مش خطأ. ليه؟ لان لو يوزر يعني اول مرة بس، اول مرة اخش بيبقى لسه معلمش على اي حاجة فبيطلع ايرور. لكن تاني مرة لما يعلم مش يحصل حاجة، لما تاني مرة يعلم مش يحصل ايه؟ طب يحصل اول مرة بس. في بعض الاخطاء، في بعض الاخطاء اللي ممكن تحصل في احيان معينة لما يكون لسه اول مرة، لما يدخل بيانات وميكانيزم الكرارة، لما يحصل مش عارف ايه الى اخره. خلاص لما يحصل انواع او يحصل ايه حالات معينة بيحصل اخطاء، حالات معينة بيحصل ايه؟ بيحصل اخطاء. طيب ايه بقى؟ نمسك واحدة واحدة جملة تراي ونشوفها. جملة تراي، تراي يعني ايه؟ حاول. ربنا يوفقك. وطالما ان فيها حاول ربنا يوفقك، يبقى يا اما ربنا يوفقك يا ما يوفقكش. صح كده؟ يبقى تراي معناها ان الكود اللي هيجي بعد تراي، الكود اللي يخص تراي، يا اما البرنامج يقدر ينفذه، يا اما البرنامج ما يقدرش ايه؟ ما يقدرش ينفذه. يعني ينفذه يا ما يقدرش ينفذه. لو نفذه الاول هنتكلم عن جمله تراي كاتش، سيبك من الفاينل دلوقتي. لو قدر ينفذه وتمام التمام، خلاص هيبقى في اكواد تخص تراي وفي اكواد تخص كاتش. في اكواد تخص تراي وفي اكواد تخص كاتش. يا ريت تركزوا معايا بيها بس. اكواد تخص، اكواد تخص تراي واكواد تخص كاتش. لو الكول اللي في الجزء اسمه تراي اشتغل وسليم ومية مية، يبقى الكاتش البرنامج مش هيبص لها خالص. يبقى كل الاكواد اللي عند الكاتش البرنامج مش هي ايه؟ مش هيبص لها خالص. دي اول شكل. يبقى الكود اللي تحت اللي في تراي، لو الكود اللي في تراي اشتغل سليم، الكود اللي في كاتش محدش هيبص له. الكود اللي في كاتش محدش هي ايه؟ ولا البرنامج هيقراه. طيب دي حاولت وربنا ما وفقك. طب حاولت وربنا ما وفقكش، جيت تنفذ الكود اللي تحت تراي، ضرب، حصل في اي خطا، حصل في اي ايه؟ اي خطا، هتعمل ايه سيادتك؟ يوم ما نقول ينفذ الكود اللي في كاتش، يبقى الكود يتنقل اتنين، ينفذ مين؟ ينفذ الكود اللي في كاتش. يبقى الكومبايلر المترجم هيبدا يتنقل يمين، او الران تايم، الران تايم هيبدا يشتغل، هيبدا يتنقل من الكود اللي هو في تراي ينقل لك للكود اللي هو في مين؟ اللي في كاتش، ويبدا ينفذ الكود اللي في كاتش. كاتش خلاص امسك خطا، يعني كاتش امسك خطا، كاتش يعني امسك خطا. تعال نبص بصايه كده على شكل جمله التراي كاتش. احنا عندنا خطا دايما بيحصل في الحته دي، صح؟ اشيل كده ستوب الاول مشروع، وشلت المسج بوكس ورجعت الكود زي ما كان. احنا خلاص عرفنا ان الخطا جاي بسبب الليست، وقلت ايه؟ تراي، وبتدايس انتر. قال لي اكتب هنا الجزء بتاع تراي واكتب هنا الجزء بتاع مين؟ بتاع كاتش. قلت له خد التراي دي كده على بعضيها كده حطها لي هنا. بقى كده معناها بقول له ايه؟ حاول تفتح الداتابيز وتنفذ الامر وتملاه جوه الداتا تيبل وتقفل الداتابيز. دي معناها كده، حاول تعمل الشويه دول، حاول تعمل الامرين دول، حاول تعمل الاوامر دي. حلو قوي. طب لو ما قدرش زي المره الاولانيه اللي احنا كنا فيها، لو ما قدرش يعملها يعمل ايه؟ لو ما قدرش هيتنقل للجزء اللي اسمه ايه؟ كاتش. كاتش يعني ايه؟ ها؟ هو نفس الشخص؟ ما ينفعش يمسك اللي الناحيه الثانيه؟ يبقى كاتش بتمسك مش اي خطا، ممكن تمسك خطا معين، ممكن تمسك انواع اخطاء معينه. اذا معنى كده ان الاخطاء انواع،
طبعا الاخطاء او الاكسبشنز انواع، الاستثناءات انواع يعني، الاكسبشنز انواع. انت تاخد بالك من الطبر كويس جدا، انا بتاعك البرمجه الاكسبشنز انواع. يعني على سبيل المثال احنا الخطا اللي ضرب ان احنا بنقرا الرساله وتفتكر قال لي only the be exceptions load 100 exceptions مش عارف يوزر مش عارف ايه كده صح؟ بس كان اقول له only the be exception. وقولي دي بي يعني ايه؟ عارفينها. قولي دي بي اللي هي تبقى بتاعت خاصة بالربط صح؟ يعني عايز يقول لك في خطأ حصل بسبب قواعد البيانات. خطأ حصل بسبب قواعد الايه؟ البيانات. وممكن يكون في عندي نوع من الانواع التانية خالص. ممكن تلاقي حاجة اسمها arithmetic exception. arithmetic exception دي اللي هي ايه؟ اخطاء وحاجات حسابية. اخطاء حاجات ايه؟ حسابية. يعني مثلا قسمت على صفر. ضربت ارقام كتيرة ببعضها فبقت حجمها كبير قوي. عملت ايه؟ عمليه حسابيه غلط الى اخره. اخطاء حسابيه. اخطاء ايه؟ ممكن اكون يا عمي انا بفتح صوره من على الهارد على الدي جوه فولدر اسمه كذا ومش عارف ايه كده يعني. وهو راح يفتحها لقى ان الفولدر مش موجود. الملف اسمه مش كده. فتلاقي ايه اخطاء اسمها اي او اكسبشن. والله ده كده في انواع بقى. اخطاء الملفات والفولدرات والكلام ده اسمها اي او اكسبشن. اخطاء عملت حسابيه اسمها arithmetic exception. اخطاء قواعد البيانات اسمها only db ايه exception والى اخره. بقى كل خطا كل exception ليه ايه؟ ليه انواع. الاخطاء ليها انواع. ممكن احط تراي واحط مع التراي دي اكتر من كاتش. احط مع التراي واحده اكتر من ايه؟ اكتر من كاتش. احط مع التراي واحده اكتر من كاتش. كل كاتشايه منهم بتمسك نوع معين من انواع الاخطاء. يعني كاتش لو حصل خطا للدرابيز. كاتش ثانيه لو حصل خطا في عمليه حسابيه. كاتش ثالثه لو حصل خطا في مين؟ في الملفات. كاتش رابعه والى اخره. والى اخره خلاص؟ يبقى ممكن احط اكتر من كاتش، كل كاتش تمسك نوع معين من انواع الاخطاء. كل كاتش تمسك نوع معين من انواع الايه؟ من انواع الاخطاء اللي عندي. خلاص طيب. يبقى ممكن كل كاتش تمسك نوع معين من الاخطاء. على سبيل المثال واحده كاتش تمسك اولي دي بي اكسبشن. واحده من الكاتشز اللي عندي هتمسك ايه؟ اولي دي بي اكسبشن. طب ما اي واحد يقول لي ايه؟ الله طب ما الاولي دي بي اكسبشن دي ذات نفسها جواها انواع اخطاء كتير. لما اولي دي بي اكسبشن تمسك اخطاء قواعد البيانات. طب ممكن يبقى في عندي خطا، ممكن يكون في عندي خطا بسبب ان البرايمري كي اتكرر، ممكن يكون في عندي خطا ان انت حطيت نل في قيمه ايه في عقل مش نل، ممكن يكون عندي خطا والى اخره. يعني ممكن يكون النوع الواحد اللي تحتيه اخطاء ايه؟ اخطاء بقول ايه؟ اخطاء قواعد البيانات. دي اخطاء قواعد البيانات دي ممكن تكون كتير جدا. قال لك انا هديك لكل خطا كود، لكل خطا ايه؟ كود. وانت بقى تقدر ايه تقول له لو حصل خطا الفلاني يعمل كذا، لو حصل خطا الفلاني يعمل كذا. قلت له ماشي. هاجي مثلا هنا واقول له حاول تمسك الاولي دي بي اكسبشن. اي اولي دي بي ايه؟ اي اولي دي بي اكسبشن. طيب واتفقنا انا ممكن احط كاتش ايه؟ كاتش كمان. خلاص كده ممكن احط كاتش كمان. قال لك طب افترضنا انا في الاخر عايز اعمل ايه؟ هقول له خد الاولي دي بي اكسبشن وصلحها. والاريثماتيك اكسبشن وصلحها، الاي او اكسبشن وصلحها، بس عايز في الاخر اقول له لو حصل اي خطا تاني اعمل كذا كذا كذا. لو اي نوع تاني غير الانواع اللي انا قلتها لك. عايز امن نفسي يعني ان لو حصل اي نوع خطا البرنامج بتاعي الشغل ما يضربش. قال لك في نوع رئيسي اسمه اكسبشن، في نوع رئيسي اسمه ايه؟ اكسبشن. لو جيت عملت كده مثلا اي اكس از اكسبشن. قال لك الاكسبشن ده بقى النوع اللي اسمه اكسبشن ده يقدر يتعامل مع اي نوع من انواع الاخطاء، لان ايه هو نوع رئيسي وكل انواع التانية فرعيه منه. يعني لو جيت له قلت له امسك اي اكسبشن خلاص، لو كان الخطا ده كان عامل انتبيز هيمسكه، لو كان الخطا طلع من الايه من الاي او هيمسكه، لو كان خطا عمليه حسابيه هيمسكه، لو كان خطا في اي حاجه هيمسكه. طب ليه اعمل الاي او دي بي اكسبشن؟ سيبنا بيسال بالعكس، بيقول طب واحنا ليه عملنا اي او دي بي اكسبشن ما نمسك اكسبشن ونريح دماغنا؟ قلت لك ما هي المشكله ان احنا عايزين نعرف ايه؟ عشان قلت لك ده احنا عايزين نعرف تفاصيل اكتر، عايزين نعرف الخطا ده انه خطا عشان انا اقدر اتصرف
ساعات ببقى مضطر عايز اعرف انه خطا، مش خطا داتابيز بس، انه خطا في الداتابيز، يا ترى البرايمري كي اللي اتكرر ولا يا ترى مش، فساعات ببقى عايز ايه تفصيل. لكن انا بوريك التراي كاتش بتشتغل ازاي، ممكن احط 20 تراي كاتش. السؤال اللي انا بسالك، هل ينفع احط اكسبشن الاول بعد كده احط اول دي بي اكسبشن، يعني بدلهم مكان بعض، يعني احط هنا اكسبشن واحط هنا الاول دي بي اكسبشن، تفرق في الترتيب؟ طبعا تفرق في الترتيب، عكس ما هو قال بالظبط، تفرق في الترتيب. ازاي بقى؟ احنا اتفقنا ان هو يمشي ينفذ السطر ده ثم السطر ده ثم السطر، صح؟ لو حصل خطا هينقل على مين؟ على اول كاتش، هينقل نفسه على اول ايه؟ اول كاتش، ويسال انت يا كاتش بتمسك مين؟ قالت لي بتمسك الاول دي بي اكسبشن. قول لا ده الخطا اللي معايا اريثماتيك اكسبشن، انزل على الاكسبشن الثاني. انت يا كاتش الثانيه بتمسكي مين؟ قالت لي بمسك الاي او اكسبشن. قلت لها لا مش انت، انزل على الكاتش مين؟ الثالثه. انت يا كاتش بتمسكي مين؟ قالت لي بمسك اكسبشن، اي اكسبشن. اقول لها خلاص يبقى انا اخش معاك، صح كده ولا لا؟ طيب لو انا جيت بقى عكستهم وحطيت الاكسبشن الاول، اول ما يخش او يحصل خطا ينزل على الكاتش الاولانيه، انت بتمسكي مين؟ هيقول لي بمسك اي اكسبشن. اقول له خلاص انا معاك، ما بصش على اللي بعديه خالص. يبقى انا لو عكست عمري ما هنزل اي كاتش تاني، انا عمري ما هنزل اي كاتش تاني، لازم اول يعني اخر حاجه تبقى ايه؟ امسك الاكسبشن، اخر حاجه بس اقدر امسك فيها مين؟ الاكسبشن. ليه؟ علشان لو دخلنا اتنقلنا وحصل اي خطا في التراي وزلنا الكاتش ولقينا ان الكاتش دي بتمسك اي اكسبشن، خلاص هيخش جواها، يبقى اي خطا هيخش جوا الكاتش الاولانيه وكل الكاتشز التانيه ملهاش اي ايه؟ ملهاش اي لازمه. طيب احنا قلنا الجمله دي اسمها تراي كاتش فاينلي، اسمها تراي كاتش ايه؟ فاينل. طب فين الفاينلي هنا؟ قال لك فاينلي تتحط قبل كلمه اند تراي، فاينلي معناها ايه بقى؟ ايه الكود اللي هيحصل هنا في فاينلي وايه اللي هيحصل؟ قال لك في فاينلي دي بقى، قال لك لو انت عندك كود كده كده هيتنفذ، يعني حصل خطا هيتنفذ، ما حصلش خطا هيتنفذ. يعني لو ربنا وفقك في تراي وقدرت تنفذها روح على فاينل اعملها. طب ربنا ما وفقكش في تراي، هتروح تدور على الكاتش، وبعد ما تلاقي الكاتش اللي انت عايزها روح برده نفذ اللي في فاينل برده. يبقى فاينل ده الكود اللي هو كده كده لازم ايه؟ يتنفذ، سواء التراي اشتغلت وكاتش لا، او سواء التراي ما اشتغلتش والكاتش اشتغلت، مش مهم، المهم ان في الفاينل في الاخر تعمل كده. وصل دي؟ زي مثلا ايه؟ اشهر مثال، اشهر مثال كونكشن دو كلوز. ما لو حصل خطا في التنفيذ هنا في السطر ده طبيعي مش هيقرا السطر ده، هيطلع اتنين على الكاتش، صح؟ لا، لو حصل خطا في السطر ده هيتنين على الكاتش، هنفذ الكاتش، لازم اقول له في الاخر اقفل مين؟ اقفل قاعده البيانات. يبقى انا هقوم واخد السطر ده مثلا كده واقوم حاطه هنا، اقوم حاطه فين؟ بعد فاينل هنا. بقى كده معناها ايه؟ التراي اشتغلت عدل، فتح الداتابيز ونفذ الامر، في الاخر هيقفل ايه؟ الداتابيز. طب فتح الداتابيز وضرب في الايه؟ وضرب في التنفيذ، هيروح يشوف الكاتش، وبعد ما يخلص برضه هيقفل مين؟ هيقفل الداتابيز. خلاص كده اتفهمت كده تراي كاتش؟ كده كل اللي انا كنت عايز اقوله في تراي كاتش. ماشي حلو. احنا مش محتاجين الاكسبشن، احنا محتاجين مين؟ الاولي دي بي اكسبشن. طيب لو حصل خطا في التنفيذ هنا، واحنا عارفين الخطا اللي هيحصل ده بسبب ايه؟ حد يقول لي ان هو اول مره فلسه ما علمش على حاجه، هتعمل ايه بقى لو حصل خطا؟ قلت له مش هعمل اي حاجه، عديها. يعني في الكاتش لما يحصل خطا هيقوم ما نقول عند مين؟ عند الكاتش. اجي في الكاتش اقول له ايه؟ ما تعملش حاجه، عديها يا عم، اصل لسه ما عملش حاجه، عديها، لو حصل خطا عديها. بقى معناها كده، بقى معناها ايه؟ بقى معناها كده يعني حصل خطا اكنك ما خدتش بالك، دي معنى كاتش دلوقتي. المهم اجرب اعمل ران واخش بعلي 1 2 3 وادوس انتر، قال لي في خطا في اللي بعديه. قلت له ليه؟ قال لي ما هو لما ما جابش الجدول كان فاضي. قال لي الجدول كان ايه؟ كان فاضي. قلت له الجدول كان فاضي. قال لي اه، فلما الجدول فاضي فمش هيجيب لك بيانات، فانت بتقول له روح على الصف الاول هات لي مش عارف ايه وعرضوا لي.
مفيش الجدول فاضي. قلت له اه احنا نسينا حاجه قبل ما يعرض هنا لازم يتاكد ان الجدول مش فاضي. فاقول له اف ان التيبل بتاعي دوت روز دوت كاونت. يعني ايه بقى؟ عدد السجلات اللي في الجدول لو كانوا اكبر من الايه؟ من الصفر. لو كان اكبر من الايه؟ من الصفر هتعمل الكلام ده كله. يعني الاخر لو كان في ميلات يعني. ما هو لو كان بيتكونت عدد الصفوف بيساوي صفر يبقى معناها ايه؟ جدول فاضي ما جاش بيانات. فقلت له لازم يكون اكبر من الصفر، يعني عدد الصفوف اكتر من صفر. يبقى على الاقل في صفر، يبقى على الاقل في ايه؟ صفر. نجرب تاني. وعلي 1 2 3 وانتر جاب لي اهو وما طلعش ايرور. وفتح لي الموقع كمان الانترنت اشتغل. حلو. خير وبركة. دوس بقى على ياهو. قال لي هنا ايه؟ ادي ياهو http://mail.yahoo.com وماي ميل وجاب لي اليوزر نيم وجاب لي الباسورد بتاعي وكله تمام. بس ليه ما عملش ايه؟ ليه ما نقلش؟ يمكن بينقل بس لسه بياخد وقت. اهو فعلا بدا ينقل اهو. بدا يفتح لنا ياهو اهو. بس كان بياخد ايه؟ كان بياخد وقته يعني. استعجلوش. طب دوس كده على فيسبوك. طبعا الايرور ده مش ايرور بتاعنا، ده الايرور في موقع الياهو. ما علينا. ايه في ملاش دعوه بيه. دوست على فيس بوك جاب لي ادي فيسبوك www.facebook.com وقال لي الديسكريبشن فيسبوك اكاونت وادي اليوزر نيم وادي الايه؟ الباسورد. طب ما طلعش ليه؟ يمكن ياخد وقته. وبدا فتح لك مين؟ فتح لنا مين؟ الفيسبوك بتاعنا. طبعا ولو حصل اي خطا وبيدوس احنا خلاص عرفنا. هيعديها. مش مشكله خالص. لو كان سليم يشتغل. حلو قوي. اللي انا عايز اعمله بقى ايه؟ دلوقتي عايز اجي هنا ومقال سايت نيم جديد. بس عايز اقول له ويكيبيديا. ودي www.wikipedia.org. وكتبت فيها نوت ايه؟ الديسكريبشن ليرن ويب سايت. واليوزر نيم بتاعي ما كانش فيه يوزر نيم. والباسورد بتاعي ما كانش فيه باسورد، مش عامل اكونت يعني. وعايز ادوس سيف عشان الموقع ده يتضاف لنا من ضمن المواقع بتاعتي. من ضمن المواقع ايه؟ بتاعتي. فانا عايز ابرمج زرار مين؟ السيف. دي حاجه. في حاجه تانية. انا ممكن اكون واقف على ايه؟ على ياهو كده. وكاتب هنا ماي ميل صح؟ قمت عايز ايه؟ لا قلت له لا هو اسمه ماي ياهو ميل. وعلى فكره انا غيرت الباسورد بتاعه خليته 6 5 4 3 2 1. عدلت يعني. وفي الاخر عايز ادوس على مين؟ على سيف. وبالمره عايز اكبر الشاشه بتاعتنا كده ونكبر الايه؟ حجم الويب سايت اللي بتعرض. المهم هنا ما ادوس على سيف. في فرق ما بين الفكرتين اللي قلناها قلتهم دلوقتي. فرق ما بين الفكرتين اللي قلتهم دلوقتي. ايه هما؟ الفكرة الأولى إن أنا هضيف موقع جديد مش موجود عندي. هضيف موقع جديد مش موجود إيه؟ عندي. وده تبقى عبارة عن جملة إنسيرت. صح كده؟ عبارة عن جملة مين؟ إنسيرت. الثانية مش كده، الثانية كنت بعدل في بيانات موجودة عندي. بعدل في بيانات موجودة إيه؟ موجودة عندي. في الحالة دي هتبقى جملة أبديت، تبقى جملة إيه؟ جملة أبديت. فزرار السيف بتاعي بيعمل الاثنين. مبدئياً أخليه يعمل إضافة بس. أخليه يعمل إيه؟ إضافة عشان ما لخبطكمش يعني. أخلي زرار إضافة وزرار تعديل. مع إنه كان المفترض تعملوا هما الاثنين في زرار واحد وتبقى خلاص. سيب هو يشوف بقى لو الايه الويب سايت موجود يعمله. لو الويب سايت المفروض كان يبقى لو الويب سايت موجود يعمله تعديل، لو الويب سايت مش موجود يعمل له ايه؟ اضافه. بس ما علينا عشان الناس ما تتلخبطش، نبسطها يعني. قفلت. وعايز اعمل زرار تاني. اول حاجه اتفقنا ان احنا هنكبر الشاشه بتاعتنا.
ممكن نصغر الليستة دي شوية. مثلا يعني المهم احنا دلوقتي عايزين زرار السيف ده وزرار الاد وادي زرار الديليت، عايزين جنبهم زرار مين؟ اد. او واخد من ده كوبي مثلا ومعامل بيست وسميت الزرار دوت ايه؟ اد، وسميه بي تي ان اد، والسيف اسميه اهو متسمي بي تي ان سيف ودوت بي تي ان ديليت، وادي التكست بوكسز متسميه وكل حاجه زي الفل. ماشي، كلام جميل. تعالى بقى على زرار مين؟ زرار الاب بتاعنا، دبل كليك وعايز اكتب الكود. قال لي اقرب حاجه انت عملتها عشان تاخد منها كوبي بيست وتعدل ما يلزم، قلت له هي زي الايه؟ زي حتى زي اللوجن او زي الايه؟ العرض، بس هي بتختلف شويه حاجات. مثلا اقول مثلا زي اللوجن مثلا، قمت واخد كده اللي موجود في اللوجن ده اهو من اول كول برايفت سب لغايه اند ايه؟ لغايه اند سب، خدته كوبي وهروح اغير ما يلزم بعدين. قام جاي في الديزاين بتاعي بتاع الشاشه واخش على زرار الاد واقوم عامل ايه؟ بيست. خلاص كده؟ واشوف انا هغير ايه. الكونكشن اول سطر الكونكشن عايزه، الكوماند اللي ينفذ امر عايزه. طب الداتا تيبل، الداتا تيبل عرض الجلاء عرض البيانات، مش هعرف بيانات ده بيضيف جوه الداتا بيز هيعرض ايه؟ مش عايز عرض بيانات، ده هيضيف جوه الداتا بيز وخلاص، هيضيف جوه الداتا بيز وايه وخلاص. فقمت قلت له مش عايز الداتا تيبل ده خالص، الكونكشن سترينج هو هو، الكونكشن هو هو. جمله سيلكت قلت له لا 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 مش سيلكت خالص، دي مش جمله سيلكت خالص. امال ايه؟ قلت له دي جمله انسيرت جوه جدول ويب سايت، صح؟ الجمله دي هتبقى عامله ازاي؟ هتبقى عامله كده، اكتبها كده عشان خط واضح. انسيرت انتو ويب سايت، صح؟ وحدد الحقول اللي انا هضيف فيها اللي هو السايت نيم كوما واليو ار ال كوما والديسكريبشن كوما واليوزر اكونت كوما والباسورد اكونت كوما واليوزر نيم اللي داخل، واقوم قايل فاليوز، صح؟ وابعت بقى الايه؟ وابعت بقى السايت نيم واليو ار ال والديسكربشن واليوزر اكونت والباسورد اكونت. واحد يجي يقول لي مش لازم دي، مش لازم ايه؟ مش لازم الحته دي. اقول له انسيرت انتو ويب سايت فاليوز وابعتها له وخلاص. قلت له اه بس لو انت عملت انسيرت انتو ويب سايت فاليوز وخلاص يبقى لازم تبعت لكل الحقول، يبقى لازم تبعت لكل مين؟ لكل الحقول اللي موجوده، لازم تبعت في كل الحقول اللي موجوده. بس احنا طبعا عاملين السايت ان او ده كان اوتو نمبر لو تفتكروا، فما ينفعش ان انا ابعت له قيمه. الاوتو نمبر هو بيبقى لوحده، ما تحطوش ولا تعمل له جمله انسيرت خالص، ما تعملوش جمله انسيرت خالص. فمضطر ان انا احدد الحقول بتاعتي، وبعد كده اقوم باعت بقى السايت نيم. اقول له طبعا السايت نيم ده طبعا سترنج، اقوم عامل ده اول حاجه بتتغير. فاكرين مش فاكرين؟ معاه مش معايا؟ فاكرين دي ولا ايه؟ اول حاجه بتتغير كوما، قال لي اليو ار ال اللي هو ده، قلت له ده تاني حاجه بتت ايه؟ بتتغير كوما والديسكريبشن، اقول له دي كمان دي تالت حاجه بتت ايه؟ تالت حاجه بتتغير. قال لي واليوزر اكونت، قلت له برضه ده ايه؟ دوت رابع حاجه بتتغير كوما. قال لي والباسورد، قلت له برضه ده ايه؟ خامس حاجه بتتغير كوما. قال لي واليوزر نيم، قلت له برضه دوت ايه؟ سادس حاجه بتتغير. قال لي خلاص، قلت له اقفل بقى الكوز خلاص. قام واخد الجمله دي الجديده بقى بتاع جمله الانسيرت دي، وقام حاططها بدل جمله مين؟ بدل السيلكت كانت موجوده بيست.
وخليه على سطر واحد كده، خليه على سطر ايه واحد كده. اهي قال لي ماشي، قافل عمليه التصنيف في الاخر، وبعد كده بقى اقول له كوما وابعت اول قيمه يجيبها منين، اللي هي السايت نيم، كوما وابعت اليو ار ال يجيبه منين، كوما وابعت الديسكريبشن يجيبه منين، كوما وابعت اليوزر اكونت يجيبه منين، كوما وابعت الباسورد يجيبه منين، كوما وابعت اليوزر نيم يجيبه منين. قلت له اول حاجه السايت نيم هيجي من تي اكس تي سايت نيم دوت تكست كوما. بعد كده قال لي اليو ار ال تقوم تي اكس تي يو ار ال دوت تكست كوما. بعد كده قال لي الديسكريبشن تقوم تيجي من تي اكس تي ديسكريبت ديسك دوت تكست كوما. قال لي بعد كده اليوزر اكونت اللي قلت له يجي من تي اكس تي يوزر دوت تكست كوما. بعد كده قال لي الباسورد تقوم تيجي من تي اكس تي باس دوت تكست كوما. قال لي واليوزر نيم يقصد بيها مين اليوزر اللي داخل، يقصد بيها مين هو اليوزر اللي ايه اللي داخل لو نبطل رغ. قلت له اليوزر اللي داخل ده هتجيبه من فارز دوت يوزر، صح ولا لا؟ ان فارز دوت يوزر ده احنا بنشيل فيها اليوزر اللي داخل مين، بنشيل فيها اليوزر اللي داخل مين، وبكده نكون كوننا جمله مين، جمله الانسيرت بتاعتنا. هل فيها مشكله عند اي حد؟ طب كلام جميل نكمل. بعد كده قال كونكشن دوت اوبن، قلت له ماشي. بعد كده التيبل يملى بيانات، تقول لا التيبل يملى بيانات ايه، ده اصلا جمله انسيرت، ده اصلا جمله مين انسيرت. شلت التيبل لما يملى بيانات لان اصلا مفيش بيانات هتيجي لجمله انسيرت. قال لي بس انا بعملها باكزكيوت ريدر، قلت له لا اكزكيوت ريدر دي لتنفيذ جمله سيلكت، تنفيذ جمله مين السيلكت. احنا عشان ننفذ جمله انسيرت او ابديت او ديليت بنستخدم اكزكيوت نان كويري، اللي ذاكر اكزكيوت نان كويري. فاقول له لا سي ميلوت دوت اكزكيوت نان كويري. قال لي بعد كده اشوف بقى البيانات هو يوزر صح ولا اليوزر غلط، تقول لي هو اليوزر صح اليوزر غلط دي بتاعت اللوجن دي ماليش دعوه بيها. خلاص كونكشن دوت اوبن نفذ الامر كونكشن دوت كلوز، خلاص كده. واقول له مسج بوكس، هقول له فيها ويب سايت داتا ادد سكسسفل، بيانات الموقع اتضافت وبنجاح. بس كده بس كده اهي. نعم ايه زين ايه انسي ايه ايه انت بتقوله ده؟ عملت كونكشن، عملت كوماند، وادي جمله الانسيرت اتضاف جوه الداتابيز، افتح الداتابيز نفذ الامر وطلع الرساله واقفل الداتابيز. ممكن اخلي الرساله بعد قفله الداتابيز عشان الداتابيز ما تعلقش، اخلي قفله الرساله في الاخر. افتح الداتابيز نفذ الامر اقفل الداتابيز وقول لي البيانات اتضافت. نجرب، اعمل رن علي 1 2 3 ولوجن تمام. وقلت له انا هعمل موقع جديد زي ما سميناها ويكي وقلنا له www.wikipedia.org وكتبت هنا ايه search for learning وما عنديش يوزر اكاونت او عندي مش مهم وباسورد او عندي مش مهم المهم وعايز ادوس على مين. احنا نسينا ان برضو بعد ما يضيفه برضو يفتحه لي المفروض يعني برضو بعد ما يضيفه ايه يفتحه له. على العموم قلت اد، قال الويب سايت بياناته اضافت وبنجاح خلاص كده واوكي. قال لي خلاص بس مش مصدقك، اول حاجه انا عايز اعملها دلوقتي اتفقنا. اولا او ما دوست اد الموقع يشتغل برضو، وفي نفس الوقت الليسته هنا تحصل ايه تجيبه، لسه هنا ايه تريفرش وتجيبه، هي ما جابتهوش وعايز اتاكد ان الداتابيس فعلا اضافته. او موقف البرنامج وروح على الداتابيس بتاعتي على الويب سايت، كليك يمين اقول له ريتريف الداتا رجع لي البيانات، لقيت ان ويكيبيديا ماله اضاف، ان ويكيبيديا اضاف. فلو عملنا كده رن تاني ودخلت بعلي 1 2 3 عملت لوجن، الله ويكيبيديا ايه هو لازم يقفل عشان يفتح عشان يقدر يشوف الموقع ده برضو كلام. لا طبعا ده مش كلام مش معقول، امال انت عايز ايه؟
قلت له انا عايز ايه؟ مش عايزه يقفل ويفتح عشان يخش. طب هو احنا ايه اللي خلاه يقفل ويفتح ويخش فيشتغل؟ لان احنا كنا كاتبين الكود اللي بيعرض هنا في الليسته. الكود اللي بيعرض هنا في الليسته كنا كاتبينه في الفورم لود. يعني اول ما الشريط يفتح تجيب كل الايه؟ كل المواقع وتحطها في الليسته. تجيب كل المواقع وتحطها فين؟ كنا عاملين كده. كنا عاملين ايه؟ كنا عاملين كده ان اول لما الشاشه دي تفتح تجيب كل المواقع وتحطها في الليسته. عشان كده لما قفلنا فتحنا الفورم هيعمل كده جديد فمش جايبه البيانات، مش جايبه مين؟ انا مش عايز كده، انا عايز اول ما تسعه وزاره الاضافه على طول. اكني زي ما اقول له ايه؟ بعد ما تضيف اكنك عايز اقول له بعد ما تضيف اعمل الفورم لود تاني. بعد ما تضيف واعمل الفورم لود ايه؟ ممكن طبعا اخد كود الفورم لود كله احطه تاني وبعدين يبقى كود طويل كتير مشكله؟ ممكن اعمل حاجه حلوه قوي اقول له ايه بعد ما تضيف؟ عايز اقول له بقى نادي على الكود بتاع الفورم لود تاني. نادي على الكود بتاع الفورم لود، شغل الكود اللي في الفورم لود تاني. شغل الكود اللي في الفورم لود ايه؟ انا عايز اقولها له كده. يبقى انا عايز كذا حاجه. عايز كذا حاجة. عايز الأول لما يضيف بعد الإضافة يفتح الموقع بالمرة. بعد ما يضيف يفتح الموقع بالإيه؟ بالمرة. دي حاجة. وفي نفس الوقت يعمل ينادي على الكود اللي في البيج لوز فيطلع لي إيه؟ الموقع الجديد اتضاف هنا. الموقع الجديد اتضاف هنا. قلت له ماشي. وقف. ونرجع نظبط الحتتين دول. في زرار الإضافة إن الويب سايت يشتغل دي سهلة أوي، دي سهلة أوي. ليه؟ عارفينها اللي هي ويب سايت واحد دوت نافيجيت. ويب سايت واحد اسم لا ويب براوزر معلش ويب براوزر واحد دوت نافيجيت. قال لي اديني الموقع بس العنوان. قلت له من تي اكس تي يو ار ال دوت تكست. خلاص كده دي انتهت. اديني الموقع يشتغل. عايز بقى اخليه يشغل كل الاكواد اللي كانت موجوده في الفورم لود. طب فين الكود اللي كان موجود في الفورم لود؟ لا ده بتاع مين؟ بتاع الليسته. ده بتاع مين؟ بتاع الليسته. لما يدوس على الليسته قلت له اقفله. واقفل زرار الاد. اقفله كده. وادي اللي بيحصل في الاف ار ام سايت لود اهم. بقى عندنا احنا ركبنا الاكواد بتاعتنا في ثلاث اماكن. اول كود منهم في الفورم لود او الاف ار ام سايت لود، والتاني عملناه في الليست عشان لما يدوس على الليست يتعرض الموقع، والتالت زرار الاضافه. والتالت زرار مين؟ بص معايا على الاف ار ام سايت لود ده لو فتحناه كده كل الاكواد اللي فيه دي احنا عايزين نعملها تاني. عايزين نعملها ايه؟ تاني بعد الاضافه. يا اما خدها كوبي بيست يا اما انادي عليها. انادي عليها باسمها اف ار ام سايت اندرسكور لود. هاجي كده جوه تحت زرار الاضافه هقول له اف ار ام سايت قال لي اندرسكور لود. قلت له ايوه هي دي. قال لي بس عشان تنادي على الاف ار ام لود اف ار ام سايت اندرسكور لود دي لازم تبعت لي حاجتين. قلت له ايه الحاجتين دول؟ قال لي تبعت لي حاجه اسمها اوبجكت وحاجه اسمها ايفنت ارجس. قلت له يا عم انا ولا اعرف اوبجكت ولا ايه، انا عايزك تشغل لي الفورم لود وخلاص. قال لي بس لازم تبعت لي الاوبجكت. قلت له خلاص. nothing يعني ايه nothing؟ ولا الاوبجكت ولا حاجه. قال لي ليفنت ارجس. قلت له ما اعرفوش برضه. nothing يعني ولا حاجه برضه. فقلت له شغل لي الفورم لود. قال لي بعت لي الاوبجكت والايفنت ارجس. قلت له ولا اعرف ايه اوبجكت ولا ايفنت ارجس. nothing nothing ولا حاجه ولا حاجه. المهم شغل لي مين؟ الاف ار ام سايت اندرسكور لود. الاف ار ام سايت اندرسكور ايه؟ لود. وبكده الاف ار ام سايت اندرسكور لود دي اكوادها كلها تشتغل. نجرب نشوف. اعمل رن. دخلت بعلي 1 2 3 ولوجن. قلت له مش عايز جوجل، انا هعمل موقع جديد اسمه يوتيوب. وده www.youtube. يا سلام لو كنا نعرف نعمل التكست بوكس ده. اكيد فاكرين اليو ار ان لما نيجي نكتب فيها مش بيطلع لنا قائمه كده وبيسهل لنا نختار وكلام من ده. لو عرفنا نعمل دي تبقى يعني حاجه جميله قوي. ماشي. المهم ايه؟
قال لي الاكونت بتاعك، قلت له علي 2012 @gmail والباسورد، قلت له اي بي سي 1 2 3 4 5، وقلت له ايه اد، قال لي الويب سايت ده تاني اد سكسسفول، لسه لا اشتغل ولا لسه لا ايه اشتغل. ماشي، قلت له اوكي، ادي اليوتيوب نزل هنا على طول صح ولا لا؟ وجوجل قاعد زي ما هو، لان احنا معلمين على جوجل، لان احنا معلمين على مين؟ على جوجل. فهنا واقف على مين؟ على جوجل زي ما هو، فوقعد قاعد واقفين جوجل. لكن لو احنا وقفنا على كلمه يوتيوب كان هيجيب لنا كلمه ايه؟ يوتيوب. يبقى المشكله لما عملنا ريفرش لديت، لما عملنا لها ريفرش ايه اللي حصل؟ علم على كلمه جوجل اول واحده، فجاب اول واحده غصب عننا. مش مشكله، مش مشكله عشان ما نعقدهاش، مش مشكله. لا بيفتح، بس هو ممكن يكون الانترنت عندنا هنا سريع شويه ولا حاجه. خلاص طيب، لو عدلنا بقى وعملنا سيف، او عايزين نبرمج السيف والديليت، عايزين نبرمج السيف والديليت. انا واقف وخليكم في فيديو تاني.